السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، منورين يا أحسن ناس في الوجود كله. وحشتوني جدا، وأتمنى من حضراتكم تطمنوني عليكم في الكومنتات. بفرح قوي لما بسمع أنكم بخير. إن شاء الله هكون معاكم لمدة نص ساعة، هجاوب على أسئلتكم، لأن أنا آخر بس عملته ملحقتش أن أنا أجاوب على أسئلتكم وكده. تمام؟ فمن دلوقتي اللي عنده أي سؤال يتفضل، سواء بقى في الفنون القتالية أو في أي شيء، يعني لو في أي شيء، لو في أي شيء غير مجالي، لو أنا أكيد عندي معلومة هجاوبك برضه. إيه أخباركم بس قبل أي حاجة؟ قبل الأسئلة وقبل أي شيء، إيه أخبار حضراتكم؟ وإن شاء الله بوعدكم برضه بشغل جديد الفترة الجاية إن شاء الله، في فيديوهات تعليمية جديدة كتير نازلة، وفي أفكار كتيرة جدا نازلة إن شاء الله. منورين يا أحلى ناس في الدنيا حبيبي يا عم آدم. اتفضل. طبعا اللايف معمول علشان الأسئلة. تمام، أي سؤال عندك اتفضل. أهم حاجة أعمل إيه يا كابتن؟ تعمل إيه؟ فين سؤالك أصلا؟ يا كوتش أنا في ثانوية عامة ومش عارف أذاكر مادة الإنجليزي، حاسس إن مش عارف أستوعب. بص يا حبيب قلبي، هو أكيد المشكلة عندك في التأسيس، تأسيس اللغة الإنجليزية، وده يرجع طبعا للمدرس اللي بيدرس لك. معروف طبعا إن في المرحلة دي، يعني في المدارس، أغلب المدرسين مش بيهتموا في المدرسة للأسف. فأنت إيه نظام الدروس الخصوصية معاك؟ هل أنت من النوع لما مثلا ما بتكونش فاهم حاجة ما بترضاش تسأل المدرس، اللي هو يعني أنا خايف أتحرج ومش عارف إيه؟ فأتمنى يا جماعة يكون كلنا عندنا الحتة دي، أي كبيرة وصغيرة نسأل فيها، لأن في بعض الناس تلاقي اتحرجت، اللي هو لأ أنا لو سألت يفتكروا إن أنا مش فاهم ومش عارف إيه والكلام ده. لأ طبعا، لو ما سألناش مش هنتعلم. فأنا شايف إن أنت عندك مشكلة في التأسيس، فحاول تشوف مدرس كويس يسهل لك الدنيا كلها. السلام عليكم، نفسي اتعلم ركلة 540، بس مش عارف ركبتي وارفعها ممكن. هو انت حابب يا احمد، انت اهم حاجه بتعرف تعمل ركلة 360 كويس، لان لو انت عندك مشكله في ركلة 540، لو عندك يا رب مشكله، قصدي في ركلة تورنيدو 360، مش هتعرف تعمل 540 كويس. تمام. الحاجه التانية، لازم تتمرن في مكان امن. الحاجة التالتة، خليك عارف ان دي حركة من ضمن الحركات اللي مش سهلة، صعبة شوية، فبتحتاج من استمرارية مرة واثنين وثلاثة، لكن لازم تظبط ركلة 360. كيف احترف في عراك الشوارع؟ واحد ما يغلبني يا حبيب قلبي، ان شاء الله ربنا ما يجيب خالص اي عراك شوارع، وتكون انسان محترم والناس تحبك لاخلاقك واحترامك. تمام. لكن لو انت عاوز تجيب تبقى جامد في اي مجال، الاستمرارية، الاستمرارية في الشيء ده. سلام من الجزائر حبيبي، أهل الجزائر، احنا كتير بنحب أهل الجزائر. طبعا ممكن إنشاء فيديو ضرب أكتر حبيبي. أنا على فكرة نزلت الفيديو ده، لو قصدي ربنا صورته تاني بس بشكل مختلف، ضرب أكتر من شخص، وموضوع لو حد أضخم منك إن شاء الله هبقى أعمل واحد تاني بفكرة بفكرة أخرى جديدة إن شاء الله الفترة الجاية. لو سمحت، ما هو الفرق بين الكونغ فو والووشو، وأيهما أفضل في الدفاع عن النفس من الآخرين؟ مش بقصد بطولات، وإنما فقط أقصد دفاع. هو الووشو هو الكونغ فو. تمام. الووشو وو فن، شو قتال. تمام، فن القتال، ووشو على بعضها كلمة اسمها فن القتال. حلو. الكونغ فو دي مصطلح شمولي، مصطلح شمولي الكونغ فو. فالكونغ فو دي معناها الاتقان، التميز، الابداع، تم الصقها او التصاقها اكتر بالفنون القتاليه الصينيه، لان الفنون القتاليه فيها تدريبات قاسيه. وصل لك؟ نوم بدري، صحيان بدري، تدريبات بانتظام، وتدريبات قاسيه، ولازم طاعه المدرب، احترام المدرب يمكن اكتر من ابوك، موضوع كده التزام، التزام الدرجة الأولى يعني. فالوشو والكونغ فو واحد، فن القتال أو الاجتهاد أو الإبداع. تمام. فالكونغ فو ده بقى أو الوشو ده جواه أساليب قتالية كتير جدا،
فالوشو بينقسم لقسمين، في قسم التاولو، التاولو ده الاساليب يعني غالبا بيميل للحركات الاستعراضيه، حركات بتكون منسقه، ايقاع الجسم بطريقه معينه باوضاع معينه زي المابو والجومبو، يعني فهمنا انت اوضاع بيتم فعلها تمام، وحركات متفق عليها. اما القسم الاخر بقى وهو القسم القتال زي الوينج تشون، زي الساندا، زي التاتشي القتالي، فهو الاساليب وصلك، التاولو الاساليب الحركات المتفق عليها، والجزء الاخر اللي هو ايه القتال الوقائي اللي مش متفق عليه، هو ده اللي موجود في الصين كلها. فعندك في مدارس جنوبيه في الصين ومدارس شماليه، الاساليب الشماليه غالبا بتمتاز بالرشاقه العاليه وحركات الجمباز فاهمني، والمهارات العاليه جدا زي جاكي شان كده. المدارس الجنوبيه زي التاي تشي زي الوينج تشون في الصين بتمتاز بالصلابه، ما بتحبش الاستعراض، هو ده كل اللي موجود في الصين بقى. ضيف بقى بلس اللي موجود في الصين شاولن، شاولن منفصله بقى، يعني لو قلت لي مثلا الساندا والوينج تشون والتاي تشي دي مدارس وليها مدربينها، وكمان الاساليب الاستعراضيه لها مدربينها تمام. اما الشاولن بقى، شاولن هو نظام لوحده، نظام بقى شمولي بقى، شاولن ده فيه كل حاجه بقى، اساليب الحيوانات وحركات الجمباز وحركات القتال والاستعراض وملاكمه السكران واسلوب القرد وموال كبير. فشاولن المجهود اللي بيعمله اضافي، مجهود اكبر، يعني شاولن كده نظام اكنك اكنك اتجنت، اكنك بقيت جندي خلاص، دي بقت حياتك. فشاولن غالبا مرتبطه بالعباده او الديانه البوذيه واصله لك، فهي مرتبطه قوي بالطقوس الدينيه يعني، وحاجات قاسيه جدا. بس هو ده اللي موجود كله في الصين. موضوع ايه الاقوى في القتال وقلتها كتير جدا، ده يرجع لتدريبك، طريقه تدريبك انت، انت بتتمرن بجد وبالتزام، بجد وبالتزام وهكذا، ولا انت واخد الموضوع ايزي بيزي وسهلله وبتمرن كل شهر 3 4 مرات بس، هي دي الفكره يعني. مش هتمثل ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله، هبقى اعمل افلام قصيره باذن الله رب العالمين، وهنزلها على صفحاتي ان شاء الله رب العالمين باذن الله. واتمنى ان الافلام القصيره اللي هتنزل دي ان شاء الله لما تنجح باذن الله، اي منتج يكون عنده بصيره كده ويكون بيفهم، ولو جالنا عروض كويسه اكيد هنوافق يعني. بس ايه يا جماعه برضو حاجه تاني، في بلدنا مصر احنا بنعاني من مشكله كبيره، يعني انتوا مثلا شايفين ان بلدنا مصر ما شاء الله عندنا بلد الفن والمثقفين ومش عارف ايه والكلام ده كله، للاسف احنا هنا عندنا في مصر ان نفسنا، يعني ممكن انا مثلا واثق من قدراتي ان انا اعمل زي جاكي شان وزي بروسلي، المنتج هنا ممكن يجي يسيبك ويروح ورا رقاصه اللي هتجيب له فلوس، مع يقلق يخاف، ما عندهمش هنا ايه يعني، ممكن تلاقي حته الواسطه، تلاقي الممثل ولاده ولاد ولاده ماسكين كل حاجه، لو ممثل شافك جامد مثلا ممكن الممثل يخاف ان انت تاخد الجو منه، هتاكل الجو منه مثلا تمام. للاسف ممكن تلاقي ممثل هنا عمل فيلم يفضلوا مركزين معاه هو بس عشان بيجيب فلوس فقط لا غير، مش زي بره في امريكا ممكن تلاقي سبايدر مان مختلف الجزء الاول عن الثاني عن الثالث، لان بره بيدوا الفرصه لكل الشباب ولكل المجالات. وصلك انت ازاي؟ ممكن تلاقي مثلا سلسله ماشيه تلاقي بعدين ممثل جه قطع السلسله دي بممثل جديد، لكن هنا في مصر هنا للاسف الفرص عندنا هنا في مصر للاسف يعني. ابسط مثال برضو عندنا في بنت اسمها غدا والي، والله سارقه رسومات وحاجات واخده ملايين من واحد روسي، وعندنا ولد مصارع والله العظيم مش عارف بيقول لك قبضه 2000 جنيه في الشهر وهرب سافر بره، يعني ربنا يكون في عونه ان شاء الله ونشوف الاولمبياد ونشوف حاجه حلوه. فللاسف احنا مصر عددنا كتير قوي 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 قوي، وعندنا ناس كتير جدا 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 مش واخده حقها في كل المجالات، ولكن في قناعه في عزه نفس. انت ممكن تكون موجود في حته او في منطقه يمكن عند ربنا افضل بكتير يعني، وانا مدرب مثلا دي هتنفعني وانا عايش، هتنفعني لما اموت، ناس تتعلم من الحركات بتاعتي، اكون ربيت اجيال. فاحيانا القدر ممكن يحطك يعني او ربنا شايفك ان انت في وضع افضل من اي وضع تاني تمام. فالحمد لله على نعمه ان انتوا بتدوني الطاقه، الحمد لله على نعمه السوشيال ميديا ان الواحد بيعرف
يقدم فيها هو اللي عايزه. لكن اكيد اكيد لو في اي فرصه جت مناسبه الواحد مش هيقول لا يعني، على حسب. الحمد لله لكل حاجه. ولو في فرصه جت بملايين الدنيا وما فيها، والفرص دي فيها حاجات غلط بتغضب ربنا او حاجات حرام، حد الله حد الله حد الله، لو هشحت لو هاكل بص شويه ملح كده بعيش والله العظيم، لان الحياه قصيره جدا جدا. ف ما فيش لا فلل ولا عربيات ولا ده كله هيغني، كله في الاخر كلنا في الاخر متر في متر، فده الواقع ودي الحقيقه. السلام عليكم كابتن، انا بحب كمال الاجسام الفتنس والفنون القتاليه، ينفع الدمج بين الاثنين ولا ما ينفعش؟ حبيب قلبي ينفع طبعا، ما فيش اي مشكله خالص، ادام انت هتهتم بالمرونه والاطالات والرشاقه والضربات وان انت بتظبط جسمك وعضلاتك، نو بروبلم اطلاقا، هي سبورت يو. ابو حميد يلي بتتكلم على ركله 540، حاول طب تصورها فيديو وبعتها لي على الواتساب وان شاء الله اقول لك الاخطاء اللي عندك. يا كابتن داخل بطوله وعايز اتعلم ضربه قويه، حبيب قلبي هو انت داخل البطوله وانت ما اتعلمتش ازاي يعني؟ معلش انا اسف، مش المفروض المدرب بتاعك اهلك ومرنك كويس ومرنك تدريب خططي واعداد بدني يعني؟ يعني ازاي؟ فعرفني انت قصرت في ده، يا ريت تجاوبني. لو انت مش مؤهل بلاش تدخل البطوله، قول للكابتن لا انا هفضل اتمرن واتعلم حركات عشان ما تدخلش تتصاب وخلاص. انت مش بقيت بتنزل جامعه القاهره حبيب قلبي، انا متخرج من 2015 تمام، لا مش بنزل للاسف جامعه القاهره تمام، لكن انا دايما جنب جامعه القاهره يعني، انا بدرب في الجيزه جنب المترو. كوتش نحن بنعاني من اللصوص بينزعوا هواتفنا منا في شوارع تحت تهديد بسكاكين وبسيوف، كيف ادافع عن نفسي؟ والله يا حبيبي انا دايما بنزل فيديوهات تعليميه عن كل المواقف دي، فاتمنى انك انت تتصفح كده وتتابع كويس. شو هي اكتر رياضه في تفيدني يعني، او مش عارف ايه في قتال الشوارع؟ بص هو انا ما اقدرش اقول لك ان فن معين بذاته، وصلت؟ اصل هي السيلف ديفنس دي يعني، مثلا انا لما باجي بشرح عن وقع عن فيديو قتال شارع مثلا، ايه اللي بيحصل؟ لو في وقعه حصلت او حد اتقتل مثلا، بفتح الفيديو بفرغه، ببدا اشوف الشخص ده يعني ايه السبب انه خد اكتر من طعنه مثلا وتوفى، فببدا احلل. بعد ما احلل ابدا ان انا ابتكر، اتصور في دماغي التصرف الصح، بعد ما ابتكر ابدا ان انا اطبق الكلام ده عملي على نفسي تمام، واحط كل الاحتمالات. الخصم هيضربني بالايد دي، لما انا جيت مسكت الايده راح سلم السكينه الجانب الاخر، طب لو خط طعنه هنا، طب مش عارف ايه، طب بفضل بقى اطبق لحد ما اختار التقنيه الاقل ضرر، يعني التقنيه اللي تسبب لي اقل ضرر ممكن، او ان انا ما يكونش في ضرر خالص وهكذا. فاغلب تقنيات الدفاع عن النفس بتكون تقنيات بتكون اجتهاد شخصي وهكذا تمام. لكن في بعض الاساليب اللي هي يعني بتقول ان هي متخصصه في القتال العسكري والدفاع عن النفس، زي الكراف ماجا، زي السيستيما، زي لما صلى رسول الله السيستيما والكراف ماجا والسلات تمام، والوينج تشون. لكن اي اسلوب قتالي ينفع في الشارع ما عدا لو في حد هيضربك بالاسلحه، يعني لو في حد ماسك سكين سيف، لا الموضوع محتاج ان انا اتابع فيديوهات مخصصه في الموضوع ده، لان للاسف في فيديوهات كتير بتكون نازله عن موضوع السكين ما بتكونش واقعيه جدا للاسف عن تجارب. السلام عليكم، عندي رغبه في التمرين الدفاع عن النفس ولكن العمر 55 سنه. استاذ يا حبيب، هو مين يا استاذي عمر حضرتك صغير مش كبير، العمر مجرد رقم والله العظيم، ينفع تتمرن، اقسم بالله ينفع تتمرن ومفيش اي مشكله اطلاقا. ولو حابب ان انا اثبت لك ده تعالى حضرتك نورنا، او اي مكان قريب منك، اي ابحث كده في النت عن اي نادي قريب من منطقتك بقى تمام، وروح جرب مش تخسر حاجه، لكن انا بقول لك عن تجربه والله ينفع تتمرن مفيش اي مشكله. انا مرنت ناس اكبر منك سنا على فكره في الستينات واتمرنوا عادي جدا مفيش اي مشكله خالص. انا خدت درس اونلاين من اول السنه وبعد كده ضعت
وبعد كده خدت طلعت وبعد كده خدت مع مدرس من 3 أسابيع في الوقت ده، مش عارف استوعب زي اني احفظ كلمات انجليش وكل شوية انساها، اعمل ايه؟ وعايز من خبرتك. بص يا حبيب قلبي، انت دلوقتي المفروض تركز انك تتعلم الانجليزية مش كلغة. انت دلوقتي بتقول محتاج عشان الامتحانات بتاعتك، كلغة حاجة وكقواعد وكقواعد حاجة تانية. واصل لك؟ انت يعني انت ممكن مثلا تركز على الجرامرز كله في يوم واحد كده، الجرامرز القواعد كلها سهلة مش صعبة، هتلاقي كتير جدا موجودين برضو ناس على اليوتيوب بيشرحوها، بس يفضل ما تتابعش، بس خد الورقة والقلم واكتب. وصلك؟ زمن ما اعرفش مثلا ايه المضارع البسيط البريزنت سيمبل، تمام، الماضي البسيط، المضارع المستمر، فهمني انت ازاي، والمستقبل مثلا، المثل البسيط، ويل والمصدر، وركز على الكلمات المهمة بتاعتك. يعني انت محتاج تركز على الحاجة اللي تخصك دلوقتي في امتحاناتك، سواء القواعد، سواء الستوري اللي عندك، سواء عشان تنجز الدنيا. وصلك؟ ففي فرق ما بين انك تتعلم الانجليزية كلغة pronunciation نطق وتتكلم بيها، وفي فرق ان انا عاوز اتعلمها عشان عاوز اعدي، عايز انجح، عايز اذاكر. فدي نصيحتي ليك، المدرس اللي انت هتروح له لازم تقول له الموضوع ده، لازم تتكلم معاه في الموضوع ده. وفي كتير جدا زي ما قلت لك على اليوتيوب ناس افضل مني بمليون مره، يعني ده مش مجالي اصلا، بس بقول لك في ناس ده مجالها، حاول تخش على اليوتيوب وابحث، وان شاء الله باذن الله تطلع بيه معلومات كتير. حبيبي ربنا يوفقك، انا متابعك من فلسطين ومحتواك رائع والله العظيم، اهل فلسطين ناس فوق عيني، واقسم بالله انا اهو في فيلم وثائقي يا جماعه، قبل ما اروح تدريب كنت بشوفه ولسه راجع من تدريب من شويه، وهكمله الفيلم ده على قناة اليوتيوب اسمها وثائقية DW، اسمه وثائقي إسرائيل نشأة الدولة. ده وثائقي معمول عن البدايات خالص وعهد الله، والله العظيم قلة أدب وسفالة، الواحد بس مش عاوز يقول كلمات كده ايه عشان بس ما ناخدش بلوك ولا بتاع. يعني أنا مش عارف ايه البجاحة دي بأمانة. أنت يعني بدأ إن هم يجوا يقعدوا هنا، ثم يتنقلوا من اوروبا لهنا، ثم بعدين بريطانيا جت تحميهم، ثم وعد بلفور، ثم مش عارف ايه، ثم الفلسطينيين بيدافعوا عن نفسهم فضربوا منهم شويه، يعني الفلسطينيين ضربوا الاسرائيليين، ثم هوب بقى قال لك ايه ده الفلسطينيين ارهابيين ومش لعبه لعبه. اقسم بالله اياك اي حد منهم بس يقول حقوق الانسان والهبل والكلام ده كله، واللي يغيظك ان العالم كله عارف، العالم كله عارف القصة دي، بس عرفوا ان هم يدخلوا العرب كل في متاهات، ياخدوا مصر في حتة وياخدوا السعودية في حتة وده في حتة لا حول ولا قوة الا بالله. صعب صعب، يعني في فيديوهات هنا يا جماعة وثائقية صعب، جايبينك اليهود دول وهم بيتهجروا من اوروبا بالسفن وجايين هنا، اللي هو الارض المعاد دي ارضنا ومش عارف ايه. والله بجد يعني الواحد كده لو مش عارف اجيبها لكم ازاي، يعني بجد الله يكون في عونكم والله العظيم، بس للاسف للاسف الوضع ده هيفضل ليوم القيامة، كل حاجة واضحة للاسف. يعني يا ريت ان احنا بنتقدم وبنقوى، كل دولة بقى فيها، تعالى يعني احنا مثلا مصر عندنا ديون لامريكا والنقد الدولي، وعندنا العملة عمالة تقل، سوريا رئيسهم بيقتلهم، قطر والامارات والسعودية معروف ان كله مطبع مع اسرائيل، واحنا كمان ومعروف كمان ان هم علاقات واستثمارات امريكا وبره في قطر والامارات، فما شاء الله تلاقي العملات عندهم كتيرة. الكويت مثلا واخده وعود من امريكا ان سعر الدينار يفضل ثابت، تقريبا الدينار عامل حوالي 3 دولار ونص ويفضل زي ما هو، عشان كده اعلى. طبيعي يا باشا طبيعي، سيطر عليك في كل حاجه في كل حاجه، فهم بيقعوا احنا بنقع اكتر بزياده، فهتعمل ايه يعني؟ ما تعرفش، محتاج معجزه، انت محتاج معجزه، محتاج ربنا يعمل معجزه كده، حد يجي لك يغير ده كله. بس يعني في حاجات احيانا كده بتيجي تقول
طبعا احنا مش السبب، احنا اتولدنا لقينا الاوضاع دي. ترجع بقى لاجداد اجدادنا بقى، كل يعني احنا بادئين كلنا مع بعض، احنا كلنا بادئين مع بعض كده، تمام، بادئين مع بعض في نفس التوقيت. ايه خلاهم بقى هم يفرقوا في ده كله؟ مش عارف اقول لك ايه، مش عارف اقول لك ايه. فلا حول ولا قوة الا بالله. هاتولي دولة عربية ما فيهاش مشاكل، هاتولي دولة عربية مش داخل فيها الحوار بتاع امريكا ده، ولا الحوار مش عارف بتاع اوروبا ده. هاتولي ده، لو دولة عربية عملت بس بوم معاهم، هوب تلاقي فجأة اقتصادنا وكل حاجة اتدمرت. ما عارفين الواحد نفسه كده يكون ايه عنده، ايه يعني المشكلة. الناس الوحيدة اللي بحس فيهم بالحاجة تركيا. تركيا دولة أوروبية وإسلامية، بس تحس إن أردوغان ده قوي الشخصية، بيصنعوا بينتجوا وبتاع. ولما تيجي تشوف واحد كده مسلم قوي وعايز فبعدين تلاقي إن العرب أغلب حكام العرب بيكرهوا أردوغان ده، بيكرهوا. بتستغرب، بتستغرب طبعا. أردوغان خارج الحوارات اللي بره قوي دي يعني، لكن هنا بتستغرب. ففي الاخر هتلاقي نفسك انت انسان لوحدك، قدرتك محدودة، اللي هو انت بتاع ربنا. انت لو متزوج عندك اولاد، هدفك انك انت تشتغل، تسعى تربيهم كويس. في حاجات كده احيانا بنقول لنا الله، لنا الله، لنا الله، هتعمل ايه يعني؟ تحس كده ان انت خلاص وقفت، لكن الحل موجود. ربنا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا. هي دايما الاتحاد قوة، لكن خلينا متفقين، المغرب في حتة والجزائر في حتة ومصر في حتة وبتاع، ونفضل احنا نقول ما اعرفش العرب. احنا كشعوب ماشي، كشعوب انا عارف بنحب بعض وقلوبنا على بعض، لكن كحكومات وعلى ارض الواقع وقوة بتاع، مفيش الكلام ده. ما باين باين. فهتعمل ايه؟ اي واحد فينا لو جه اتكلم على رئيس الدولة بتاعته، بشوب اقبض على طول. احنا هنا مثلا عندنا في مصر، تعالى كده مثلا اتكلم ولا اعمل حاجه، بشرى تاني يوم روح واخدينك كده اهو على السجن، يلا ولا حد يعرفك. يعني احنا اسهل حاجه هنا ايه؟ تهمه التخابر، نشر اخبار كاذبه، بتاع ده، تفجير، تهمه امن قومي، ايزي جدا، خلاص بالسلامه، مستقبلك اتدمر يعني. انا اسف على اسف بجد على الوضع ده، انا اسف جدا على التطويل ده. في ناس بتقول انت رغاية كتير يا كابتن جابر. I am so sorry. It's a good. الناس اللي لسه داخله اللايف، والله العظيم يا جماعه منورين. حبيب قلبي استاذ المراغي بيقول كابتن جابر اللي عاجبني فيك انك مش بترضى بالخطأ ولا الظلم ولا الاهانه. ردك ايه على المدعو سمر ابو هشيمه لتتولى على صعيد مصر بكلام سيء جدا؟ سمر ابو هشيمه ده مين؟ معلش انا اسف والله العظيم، ده حد هنا شتمنا، شتم مثلا الصعيد وكده، ولا ده اعلامي ولا ايه؟ انا اسف جدا، انا ممكن ما كنتش بس متابع. ده تعليق حضرتك حد كتبه هنا، ولا ده موضوع منتشر يعني؟ يا كوتش لو حد خنقني من رقبتي افكها ازاي مع العلم ان هو اتخن مني؟ لو في حد خنقني، انا هدفي الرئيسي اوقف قوة الخنق. ركز، انت ما وقفتش الخنق، وقفت قوة الخنق بدقنك وبايدك، واوعى تسيبهم خالص، ولازم تقاوم معاه. حلو حلو. بعدين بقى يا اما بتلف رجلك وراه وبتوقعه، او بتسيب ايد واحده وبتضرب ضربات متتاليه، او تحت الحزام وتفضل تقاوم معاه. ان شاء الله يسيبك. انا منزل لها فيديوهات برضو، يا ريت تشوفها. انت بتنزل تمرن فين دلوقتي؟ فنان، انا كنت بشوفك من فتره طويله في جامعه القاهره. حبيبي انا بمرن في الجيزه، ممكن تسيب لي رساله على الواتساب؟ ان شاء الله واسيب لك التفاصيل. تمام، 010 17 36 60 23. محمد من لبنان، اهل لبنان، بتابعك من فتره طويله وبشكرك على المحتوى الرائع والمفيد. والله العظيم يا عم محمد شكرا جزيلا. وعايز اقول لك انا نزلت لبنان من كام سنه، من فتره، وبجد انتوا شعب بص زي العسل، وانا بحب الاخوه اللبنانيين جدا، وبجد ربنا معاكم، علمته وصلتوا له ده والله العظيم. يعني الوضع صعب صعب صعب، وحسبي الله ونعم الوكيل، بجد حسبي الله ونعم الوكيل.
الحمد لله على كل حال. ذكرتني الفنان يوسف منصور حبيبي، ربنا يحفظك يا رب العالمين. بص، هو اللي ساعد يوسف منصور انه يعمل افلام الفكرة انه هو مولود في اسرة غنية ما شاء الله ما شاء الله، يعني هو مولود في اسرة مليارديرية، فده يسهل لك انك ممكن تنتج فيلم لنفسك. انت ممكن يكون عندك الموهبة خلاص، الدنيا تم انجازها معاك، تم انجازها معاك بصورة كبيرة جدا. احنا هنا للاسف عندنا زي ما قلت لحضرتك جو الوسايط وجو النفسنة، ممكن حد عارف ان انت تبقى احسن منه فما بيدخلكش معاه، ففي حاجات كده كتير غلط. علشان كده عمرك ما تلاقي فيلم مصري عالمي، استحالة تلاقي فيلم مصري عالمي، صعب. هنا بيعتمدوا على السوق المحلي، يعني بيثيروا شهوات الشباب، يجيبوا رقاصة في الفيلم، افلام البلطجة وافلام واحد دايما يبانك اللي هو زعيم الحارة ويا منطقة. وعايز اقول لك والله ده ما بيحصلش خالص، يعني ده مش موجود في، ما احنا اهو احنا في الارياف والمدن ما عندناش جو يا منطقة والكلام ده، ف يعني دي حاجات كانت زمان. لا، فهي يعني بالاسلوب ده للاسف، عشان كده عمرك ما هتلاقي فيلم مصر بيضحكوا هنا على عقول الناس، لان الافلام دي بره هتكون افلام ولا ليها اي لازمه اصلا، ولا تقنيه ولا فنون قتاليه صح ولا اي، ف للاسف يعني للاسف. الحمد لله على كل حاجه. هل يوجد فن اسمه فن نجم الشمال ام هو خراء سيف النار؟ انت شكلك بتتفرج على ناروتو ولا ايه يا عم انس؟ ايه يا عم انس؟ والله ممكن يكون موجود، انا مش بقلل يعني، بس ما سمعتش عنه قبل كده بصراحه. حبيبي يا استاذ امجد، طبعا الكونغ فو بالنسبه لنا هو الاساس. اللي عايز يا جماعه يسال اي اسئله اتفضلوا. كابتن جابر ردك ايه على نفس السؤال تاني حضرتك قلته لي؟ والله طيب بص يا حبيب قلبي، اللي بيسيء على طائفه معينه من الناس فالشخص ده بيمثل نفسه هو. اي منطقه في الدنيا فيها الكويس والانسان اللي مش تمام خالص، يعني ده اللي اعرفه. بس انا ما اعرفش بصراحه مين اللي اساء للصعيد ولا واساء ليه وفي ايه السبب، ايه المبرر، انا مش عارف بصراحه ايه التفاصيل ديت. من اقوى لعبه الملاكمه ولا التايكواندو؟ على حسب تدريب، على حسب طريقه تدريب اللاعب. تاني تدريب اللاعب، انا مش عايز اقول لك الملاكمه او مش عايز اقول لك التايكوندو، على حسب اللاعب. سكنتين تتعامل معاه ازاي؟ انا منزل الفيديو حبيب قلبي، يا ريت تشوفه، منزله على صفحتي كوتش الصفحه التانيه، سكنتين منزله. أربعة وعشرين سنة ينفع تسجل طبعا في التدريب عادي، مفيش مشكلة خالص. حبيبي يا أيوب، أهل المغرب، تحياتي لأهل المغرب الكرام الكرام. حبيبي يا أبو حميد، أهو رجعنا لك بس تاني أهو. أهل الأردن، تحياتي ليكم لحضراتكم. أهل ليبيا، وحشتونا والله. سوريا، ياه منورين حبيبي حبيبي يا نزار حبيبي، تسلم لي يا رب. ده انتوا هنا بص، السوريين هنا في مصر كتير احلى ناس في الدنيا حبيب قلبي. حبيبي يا عم صقر، اتعلم براحتك يا باشا. حبيبي يا محمد، والله تسلم لي. الام ام اي فنون قتاليه مختلطه كويسه، لكن طبعا كبطولات ومنظمات ضد، قلت قبل كده ضد، لانها غير اخلاقيه وغير دينيه، يعني كل اللي بيخشها من الاخر ماني 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 ماني، غير كده لا.
عشان انا عشان اعرفك يعني، وفيها مراهنات وصلك انت ازاي، ولو واحد لا قدر الله اتصاب ولا مات زي لعيبه الملاكمه المؤخره، ايه حجتك عند ربنا يوم القيامه؟ ايه حجتك؟ مش هيكون لك حجه قدام ربنا يعني، عامله زي اللي انتحر. حبيبي كابتن جابر، هل لديك مشاركه بالبطولات العالميه وهل تحمل ميداليات؟ انا جاوبت على السؤال ده يجي 3 مليار مره. يا جماعه، الفنون القتاليه لم تنشأ ولم تؤسس للبطولات اطلاقا، هي اسست اصلا للدفاع عن النفس، للدفاع عن النفس. حلو حلو. البطولات والحاجات اللي اتعملت ديت علشان يكون في رعاية وتجارية وفلوس والكلام ده كله، تمام؟ أنا مع البطولات اللي فيها الأوقية علشان سلامة اللاعبين، أنا مع التدريب القاسي جدا جدا، يعني أنا ممكن أضرب مثلا إيه في الحيطة وأضرب في الحديد، لكن ما أضربش في بشر بالشكل ده. لكن هتقولي دلوقتي بطولات بتعمل الأوقية والكلام ده، لا، هنلاقي كله بقى مدعكة مدعكة عشان الفلوس عشان الفلوس. لكن أنا قررت إن أنا أحطم أرقام قياسية عالمية، أحطم أرقام قياسية عالمية، تمام؟ يعني أفرغ طاقتي في حاجة أخرى أفضل من إن أنا أخرجها في إن أنا أضرب شخص وشخص يضربني وعوره ويعورني والكلام ده كله، لأن ده حصل معايا أنا شخصيا قبل كده في قتال شارع، وكنت بخش تحديات وكان في شخص هيحصل له وفاة بسبب يعني، تمام؟ مش بقول كده عشان اقول لك ان انا جامد والكلام ده، يعني اكيد انا ليا ماضي، اكيد انا ليا ماضي كتير، ليا ماضي مريت بيه، يعني انا مش صغير، 32 سنه، واكيد التقنيات اللي عندي في الفنون القتاليه دي مش جايه من الفراغ، اكيد نفذتها مع ناس، وانا مدرب اصلا في فنون قتاليه، تمام؟ اللي انا مريت بيه قبل كده فخلاني ان انا لا ما اخدش موضوع البطولات القتاليه ديت، يعني انا من النوع اللي هو بيؤمن بقصه ان الفنون القتاليه للدفاع عن النفس، اتمرن عادي وكل حاجه وي وي، لكن لا، ما لو حد مثلا هنلعب انا وهو نلبس اوقيه ونلعب فور تريننج، وصلك نلعب ان احنا ناخد من لكن نضرب بعض ضرب عنيف ومش عارف ايه والكلام ده كله، لا. فدي وجهه نظري، ومش انا بس، ده ناس كتير جدا 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 برضو واخدين الموضوع ده، واغلبهم يمكن الجماعه الصينيين. الصين فيها مليار وشويه، شوف بقى فيها كام مليون بيمارس كونغ فو، ولو طلعوا افضل من ناس كتير جدا موجودين في الام ام اي والكلام ده كله. بس هي الفكره اللاعب دلوقتي كل اللي بيفكر في الام ام اي ومش عارف ايه المليون دولار ومش عارف والبطوله، وانا ياما اتكلمت وقلت يا جماعه ان بيحصل اصابات وبيحصل وفيات وبيحصل حاجات كتير جدا. وشوفوا كده في ولد من عارفين بكاو اللي هو ده اسطوره، ده في تايلانديه في الملاكمه المواي تاي، تمام؟ هو بكاو ده تدخل في الولد اللي توفى من الفلبين، الملاكم الفلبيني، ولا هيصرف عليه وكل حاجه، بس الولد اتوفى في الملاكم. وقبلها عندنا شاب اسمه رامز حسام تقريبا اتوفى، وقبلها ولد في الاردن اتوفى، وقبلها في بنت في جنوب افريقيا توفت، وفي واحد تقريبا في امريكا توفى. ده كتير جدا 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 قوي بسبب ضربات الراس والنزيف وي وي والكلام ده. فيا جماعه الحاجات دي كلها تاني الاسلوب ده حرام شرعا. فالحق حق، الحق حق، وانا بفضل اقول كده. لما بيجي لي لاعب بيكون عاوز يخش بطوله بقى، مفيش مشكله، ما هو انت اللي بتتمرنه، انت اللي بتتمرنه عادي يدخلك بطوله، تمام؟ بس انا بقول له انا هاسسك وكل حاجه، انا هرشدك انت بقى براحتك، عاوز تخش بطوله بتاع ده شيء يرجع لك انت. لكن يا جماعه دلوقتي الالعاب علشان تنافس بعض بداوا يقللوا موضوع الامان، بعكس طبعا الالعاب الاولمبيه شويه، لكن الالعاب التانيه للاسف 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 للاسف. لكن انا الحمد لله واخد بطولات موسوعه جينيس ومعايا ميداليات، دي تحطيم ارقام قياسيه عالميه. المهم يا جماعه، سعدت ان انا كنت مع حضراتكم في اللايف ده، ان شاء الله هبقى اعمل لايف تاني الفتره الجايه وهجاوب برضه على اسئلتكم. في رعايه الله، ربنا يحفظكم.